يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. من صلى على محمد وآل محمد. ثانيا ثالثا بحب علي الأكبر بأعلى أعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لكم ميلاد علي الأكبر عليه السلام، ونبارك لصاحب العصر والزمان أجل الله فرجه الشريف، ونبارك للمراجع العظام يتكون حفلنا من 4 فقرات. أولاً سيد حسن سيد محمد كلمة قصيرة، ثانياً سيد حسن سيد موسى أهازيج، سيد حسن مرتضى تاج أهازيج، رابعاً يوسف جلال الحمد شعر، خامساً قراءة المولد علي محمد الحاج حسين. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كنيته أبا الحسن، ولقبه الأكبر أمه ليلى بن مسعود بنت أبي عروة بن مسعود الثقفي، وكان عروة صاحب يس وأشبه الناس بعيسى بن مريم. ولد علي الأكبر عليه السلام في 11 من شهر شعبان المعظم عام 33 هجرية، واختلف المؤرخون في عمره الشريف، قيل 18 سنة، وذهب الشيخ المفيد في الإرشاد أن عمره الشريف 19 سنة، وقيل 20 سنة، وقيل 25 سنة، فاختلف نتيجة ذلك في مسألة أنه أكبر في العمر من الإمام السجاد عليه السلام. وكما ينقل أن الإمام السجاد أكبر من علي الأكبر عليهما السلام. الآن مع كلمة للسيد حسن سيد محمد، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني الحضور ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا المكان المبارك أن أرفع باسمكم أسماء آيات التهاني والتبريكات المعطرة بأبهى العطور الزكية للنبي الرحمة ورسول الإنسانية النبي العدناني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الميامين الكرام الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، ولمراجعنا العظام وللعالم الإسلامي أجمع. وإليكم أخواني الحضور بمناسبة الولادة الميمونة لمدلل البيت العلوي علي بن الحسين الأكبر عليه السلام بطاقة الهوية، اسمه ونسبه السيد علي الأكبر ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. ولادته: ولد علي الأكبر في 11 من شعبان سنة 33 هجرية أو 41 هجرية. أمه السيدة ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية. صفاته: كان عليه السلام من أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً، وكان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله في المنطق والخلق والخلق. قال الإمام الحسين عليه السلام حينما برز علي الأكبر يوم الطف: اللهم أشهد فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك. وقد أجمع العلماء على أن علي الأكبر من أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خلق وأحسنهم خلقاً حسبما اتفق المؤرخون حيث الخلق والأخلاق والنطق. وحري بنا أن نعود لتسجيل بعض ما ورد عن النبي الأعظم بالذات فقد كان صلى الله عليه وآله يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب أي الطويل القامة، عظيم الهامة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابع في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين، وله نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل. جانب من أخلاقه عليه السلام: المتأمل في حياة العظماء لا سيما الأنبياء والأئمة عليهم السلام يجدهم في حال تكامل دائم، وبنظرة قرآنية فاحصة نجد في قصة سيدنا إبراهيم الخليل المثال الواضح. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي بعد أن أخلص قلبه لله سبحانه جاء ابتلاؤه بذبح ابنه إسماعيل كبرهان علمي عملي على درجة الإخلاص العالية التي بلغها وسلام القلب عما سوى الله سبحانه، بل بلغ مرتبة الانقياد التام والتسليم المطلق لله سبحانه سبحانه. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. وهذا التسليم التام بلغ بإبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام درجة الاصطفاء الإلهي. قال تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكذا سيدنا علي الأكبر عليه السلام حيث روي أنه سلام الله عليه قال لأبيه الإمام الحسين عليه السلام وهو في طريق إلى كربلاء بعد أن استرجع الإمام قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبتا لما استرجعت؟ قال إنه عرض لي فارس على فرس فقال القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم فعلمت أنها نفوسنا نعيت إلينا. فقال سيدنا علي الأكبر يا أبتا لا أراك الله سوءا أبدا ألسنا على الحق؟ قال الإمام الحسين عليه السلام بلى والذي يرجع إليه العباد. فقال يا أبتي إذا لا نبالي إن نموت محقين. وقال في مدح الشيخ عبد الحسين العاملي رحمه الله جمع الصفات الغر فهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. إخوان الحضور أدعو الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم مثل هذه الأيام والمناسبات بحال أفضل من هذا الحال وأن يفك قيد أسرانا ويرحم شهداءنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الناشئ السيد حسن السيد محمد السيد حسن على هذه التلاوة العطرة في المقدمة وكذلك الكلمة الجميلة التي ألقاها. وطبعا سيد حسن من الطلبة المتفوقون أو المتفوقين في الدراسة وكذلك في قراءة القرآن قراءته جميلة ولديه صوت جميل. نتمنى أن يدخله أبوه مركز قرآن لكي يتعلم الأحكام بشكل كبير وهي الأحكام لديه بسيطة يعني التي تحتاج إلى تصحيح. سنسحب الأرقام هذه الليلة أرقام للطلبة. جواد أبو علي يسحب لنا رقم. سيد جعفر يسحب لنا رقم. إحنا بالعكس من مفترض اللي يسحبون الحين مو اسمه الرقمين اللي انسحبوا. الرقم الاول هو رقم 22 رقم 22 رقم 22 اللي رقم 22 يجي هنا محمود. صلوا على محمد وآل محمد. محمود عبد الغني. الرقم الثاني وهو 53. نشكر أبو جاسم على تكريمه الناشئ محمود. رقم 53 من رقم 53 الظاهر ما في 53 تمام. أبو جاسم سحب لنا رقم. طبعا مثل ما قلنا الارقام فقط للناشئ راح نسحب على رقمين بين كل فقرتين. رقم 33 لا 53 33 33 سيد مصطفى سيد حسين سيد احمد. صلوا على محمد وآل محمد. نشكر سيد علي السيد شبير على تكريمه للناشئ سيد مصطفى سيد حسين سيد أحمد. آخر جائزة بين هاي الفقرتين. رقم 45 45 حيدر أسعد
عبد الهادي ويكرمه الحاج إبراهيم الحاج حسين. صلوا على محمد وآل محمد. نسحب على آخر جائزة. هاي طبعا اللي أخذ رقم وطلع خلاص راحت من كيسة. أبو مصطفى نبغيك تسحب رقم. الرقم كم؟ 12. رقم 12. رقم 12. رقم 12. سيد رضا، سيد أمين، سيد مجيد، من الطلبة المتفوقين، شاب وناشئ ملتزم ومؤمن ما شاء الله على أبويه. صلوا على محمد وآل محمد. نشكر السيد عمار على سحب الأرقام. كان علي الأكبر عليه السلام أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله، برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بل أنه شبيه الخمسة من أصحاب الكساء عليهم السلام، فأما شبهه بجده أمير المؤمنين كنيته وشجاعته وتعصبه للحق، وأما شبهه بجدته فاطمة الزهراء عليها السلام في عمرها الشريف وهو 18 سنة، وأما شبهه بعمه الحسن عليه السلام فقد شابهه بالبهاء وفي الهيبة، فكان وجهه يتلألأ نورا، وأما شبهه بأبيه الحسين عليه السلام فقد شابهه بالأباء والكرم، ويكفيه أنه أول من برز من أهل البيت يوم كربلاء وما زال يضرب في القوم ضرب غلام هاشمي علوي فاستشهد عليه السلام. أما الآن مع فقرة الأهازيج للسيد حسن السيد موسى، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الأحبة، نبارك لكم هذا المولد، مولد علي الأكبر عليه السلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صل على يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر، إنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر،
المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر. هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر. صل على قال أبو اليم الولي لو ألف مولودي لي، قال أبو اليم الولي لو ألف مولودي لي، بس أسميهم علي، بس أسميهم علي، بس أسميهم، بس أسميهم علي. شيعتي أهل الوفا يا من تودوني بابن هاي الأمسية، جيتوا تهنوني، لا تنشدوني عن اسمه، لا تنشدوني. أنا سميت علي وقرت عيوني، فرحتي به كملت، كل الهموم انجلت، باسم صوتي اعتلي، بس أسميهم علي، بس أسميهم، بس أسميهم علي، بس أسميهم علي. هذا ابني بمولدك الحزن يتوارى، مني أهل الوفا متفرعة أنوارة. هسا نادتني السماء لبشارة لبشارة، علي اسمه والاسم رب السماء اختاره، خالقه رب العلم اختار له هذا الاسم، هذا فضله جلي. بس أسميهم علي، بس أسميهم علي، بس أسميهم علي، بس أسميهم علي. يا شيعتي يا أهل الوفا يا أنت بودي، تسعى من أهلي ولد آخرهم المهدي، الليلة بالأكبر فرح واكتمل به سعدي. هذا أول عطرتي واليمة من بعدي، أول أولادي الغرار نورة يسطع بالدهار، علم وحكمة ممتلي. بس أسميهم علي، بس أسميهم، بس أسميهم علي. الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. آل محمد. ثالثا، طبعا السحب الثاني نتشرف ابو محمد، ابو محمد حاج عبد الله، اسحب لنا رقم لاحد الناشئه في المأتم، رقم 21. 21 تعالي هني، غيرت الاستراتيجية. صلوا على محمد وآل محمد. سلم سلم أخذ. نسحب على جائزة ثانية، أبو سيد علوي، سيد تاج. رقم 30. رقم 30 ما في أحد ظهر. رقم 30 تمام، اللي رقمه يطلع خلاص ما يرجع مرة ثانية. 25.
25 بعد مو موجود زين وفر ضروري نسحب الاسماء كلهم رقم 50 هذا في عاد 50 50 46 46 حسن حسن صلوا على محمد وآل محمد أبو أحمد اسحب لنا الرقم الثالث إذا طلع لك عبد الله غش 38 39 رقمك عبد الله مع الأسف مو هو مو إلي رقم 38 38 أحمد فيصل صلوا على محمد وآل محمد في تبريك سيد أنور وين هرب ام باباك لسيد نعمه نجا نبارك للطلبه اللي المتفوقين والناجحين في الدراسه خصوصا ان النتيجه طلعت اليوم لثالث الاعدادي رقم 28 28 28 سيد احمد سيد أحمد سيد صادق صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل يلا نهدأ شباب نهدأ علشان نستأنف فقرات الحفل يلا تفضل سيد محمد ولد علي الأكبر عليه السلام في بيت يتمتع في الحضور الكامل للإيمان والتقوى والفكر الواسع قرب للمايك محمد قرب المايك نهدأ شباب شبابنا سيد أحمد نهدأ ولد علي الأكبر عليه السلام في بيت يتمتع في الحضور الكامل للإيمان والتقوى بيت الفكر واسع المعرفة مزدحم بالصالحين والطاهرين والذين لا تأخذهم في الله لومة لائم والذين يفتؤون ويحرصون على صناعة مبادئ الدين وهم بعيدون عن المعاصي أو يفتقرونها وينشرون الدين الإسلامي أما الآن مع أهازيج للسيد حسن سيد مرتضى تاج فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم أيها الأحبة مبارك لكم ميلاد علي الأكبر جوابك عزيزي الفرح كل الفرح يكبر الفرح كل الفرح يكبر بيوم ميلادك يا الأكبر بالسعادة هل علينا بالسعادة هل علينا للفرح يكبر هالأمر من العرش لا حصدر الفرح كل الفرح يكبر يوم الحسين بفرح وجهه ابتشار فرح كل الفرح يكبر لأن ابنه الأكبر بدون
الفرح كل الفرح يكبر نفس جد المصطفى سيد البشر الفرح كل الفرح يكبر كل ملك بالسما كبر الفرح كل الفرح يكبر بيوم ميلادك يا الأكبر فرح كل بالسعادة هل علينا الفرح يكبر بالسعادة هل علينا الفرح كل الفرح يكبر اليوم شبه المصطفى هل علمنا كل دموع الفرح بالحب هاملة فرح كل الفرح يكبر اليوم ميلادك يا راعي المرجلة الفرح كل الفرح يكبر يلي صرت رمز الوفا بكربلة الفرح كل الفرح يكبر الصوت نادى الله أكبر فرح كل الفرح يكبر بيوم ميلادك يا الأكبر فرح كل الفرح يكبر بالسعادة هل علينا فرح كل الفرح يكبر اليوم ميلادك بالفرح نطوف فرح كل الفرح يكبر تبقى يا الأكبر رغم كل الألوف الفرح كل الفرح يكبر جبل شامخ ثابت بأرض الطفوف فرح يكبر يا شبيه النبي وحيده فرح كل الفرح يكبر بيوم ميلادك يا الأكبر كل الفرح يكبر بالسعادة هل علينا فرح كل الفرح يكبر بالسعادة هل علينا الفرح كل الفرح يكبر بالفرح والحب نردد لك نشيد الفرح كل الفرح يكبر يا شهيد شرفت كلمة شهيد الفرح كل الفرح يكبر يوم ميلادك يا الأكبر أحلى عيد والأجر بثابت انحس وكيد ما حضر هاليوم يخسر الفرح كل الفرح يكبر يوم ميلادك يا الأكبر الفرح كل الفرح يكبر بالسعادة هل علينا الفرح كل الفرح يكبر والآن عزيزي جوابك بزغ نور الرسالة سليل النبي بزغ نور الرسالة سليل النبي والا شبيه النبي المختار سمي الوصل كرار بزغ نور الرسالة الرسالة من لطف الجلال الباري قدار لبى واليمة كرامة وشرف أكبر هدية مغررة من عالم الدار شبيه النبي واسمه علي الأكبر من البري هدية إلى الهدي وصية مزيج أكوان وأسرار ومن الشعل أنوار بزغ نور الرسالة شرف بادوخ وصل النبي إبراهيم والهادي محمد زاد تكريم وجد المرتضى بالشرف تعظيم أبو حسين بال الذل والضيم أبو حسين بال الذل والضيم شبه حمزة بالقوة مثل جدة بالنخوة اجتمعت به الأنوار ومثله أبد ما صار بزغ نور الرسالة لوح بغرت أنوار وأسرار إذا أقبل تقول أحمد المختار وإذا تبسم مثل حيدر الكرار وإذا يغضب مثل حمزة المغوار بزغ نور الرسالة سليل النبي والا
شبيهن بالمختار سمي الوصل كره بزغ نور الرسالة من لطف الجلال الباري قدار لبوا اليما كرامة شرف أكبر هدي مقررة من عالم الدار شبيه النبي واسمه علي الأكبر من الباري هدية إلى الهدي وصية مزيج أكوان وأسرار ومن نجش الأنوار بزغ نور الرسالة شرف بادوخ وصل النبي إبراهيم والهادي محمد زال تكريم وجد المرتضى بالشرف تعظيم أبو حسين أبال الذل والظيم شبه حمزة بالقوة مثل جدة بالنخوة اجتمعت به الأنوار ومثله أبد ما صار بزغ نور الرسالة لوح باغرت أنوار وأسرار إذا أقبل تقول أحمد المختار وإذا تبسم مثل حيدر الكرار وإذا يغضب مثل حمزة المغوار بزغ نور الرسالة أفلح من يصلي على محمد وآل محمد الله ثانيا ثالثا على حب علي الأكبر تعلن هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني عن إقامتها لرحلة بركة سباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية الأسماء موجودة على لوحة الإعلانات في الخارج خارج المأتم مبلغ الرحلة 3 دينار الدفع عن سيد جاسم سيد عبد الأمير راح نسحب على 5 جوائز مثل ما أسلفنا هذا الاحتفال للناشئة هذا الاحتفال للناشئة ونرجو أن تكون هذه البادرة بادرة خير بداية بهذا الاحتفال السيد علي السيد قاسم يسحب لنا رقم ومن سعيد الحظ لرقم 8 رقم ثمانية سيد حسين السيد محمد السيد حسن صلوا على محمد وآل محمد سيد باقر السيد جواد بيسحب لنا رقم من سعيد الحظ رقم كم سيد جواد رقم كم هذا 24 24 من رقم 24 رقم 24 ما شاء الله لا طبعا مو غش بعد نحن رقية السيد علي السيد محمد السيد قاسم السيد محمد السيد قاسم عفوا صلوا على محمد وآل محمد سيد أحمد السيد علوي بيسحب لنا رقم من سعيد الحظ ثالث واحد جلماتم رقم 3 رقم 3 3 خلصت الأرقام رقم 3 الظاهر مشى جاء أول واحد ومشى سيد حسين سيد أنور سيد حسين سيد أنور سيد محفوظ صلوا على محمد وآل محمد سيد طه متباركين طبعا نبارك للسيد طه على التفوق ابنته تفوق طبعا لا يضاهى في المرخ 99 فاصلة كم 0.09 قبل لا نخلي يكرم خلنا شوية نركز سيد طه في هذا اليوم عنده طبعا يعني البيت حالة فرحة عارمة ابنته حصلت على 99 في ثالث إعدادي بتروح المرحلة الثانوية
خلنا نسأل ما سر ذلك؟ يعني بشكل عام يقولون يعني كل تعب وراء نتيجة، فأكيد تعبها هي الشخصي والجهد اللي حطته هي بروحها شخصي، زائد والدتها الله يحفظها ويطول عمرها إن شاء الله ما قصرت وياها، ويعني هذه النتيجة إن شاء الله. يسألون الطلبة هذه النتيجة كأنما مستحيلة، أنت في نظر هل هي ممكن أي واحد من الطلبة؟ إحنا طبعاً يعني نبارك أن بنت في القرية جاءت بهذه النسبة، والعام القادم إن شاء الله بتهيئونها إلى أن تكون ضمن كوكبة بعثات ولي العهد. صبي ممكن يجيب هالنسبة هذه؟ طبعاً أنا اليوم كنت أتكلم وياها، أنا ما لاحظت أن هي بذلت جهد إضافي في أيام الامتحانات، وقلت لها هذا الحكي، قلت لها لو أنتين بذلتين شوية جهد بعد إضافي كان نسبتها أكثر من كذي، كان يعني كانت من الأوائل الخمسة أو الأوائل العشرة، وهي نفسها اعترفت بهذا الشيء. الجهد اللي بذلته طول السنة تؤدي واجباتها بشكل مستمر، تراجع بشكل يومي، تروح محضرة لدروسها، وهذه وهذه النتيجة طبيعية تجي لما لأي شخص يتبع نفس الأسلوب. طبعاً إحنا يعني أنا أدري أن سيد طه واعي لهذه النقطة، بس إلى البقية أرجو أن يعد من الآن إلى بعثة ولي العهد في الإجراءات اللي فيها والأنشطة اللي تحتاجها، الدخول على موقع اللي هو البعثة. نتبارك بسحب رقم سيد طه، يسحب رقم 19 من سعيد الحاط 19 موجود الظاهر 19 الظاهر مشى. اسمك؟ مرتضى. مرتضى، صلوا على محمد وآل محمد. نتبارك بأبو ناصر، يشرفنا بسحب رقم. شباب تبعدوا، روحوا اقعدوا، روحوا اقعد اللي هني، حتى لو طلع رقمك ما اعطيك الجائزة، روحوا اقعد، روحوا اقعد. قبل لا نسحب نقول الرقم، نحب نتبارك في هذا الفترة الموجزة مع أبو ناصر، ما هو أفضل أعمال في شهر شعبان قراءته للحصول على فضل هذا الشهر؟ نعم، هذا الشهر فيه أعمال كثيرة، وأفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. الرقم لسعيد الحظ 14 26 رقم 26 من صاحب رقم 26 مو موجود. نسحب رقم ثاني. الرقم 7 رقم 7 7 واحد جلماتم رقم 7 مو موجود. صادق جعفر الحاج علي، صلوا على محمد وآل محمد. مالك الحاج عبد الله؟ طبعا احنا نبغى ننوع على اساس انه يكون بعد في صحفي يمكن ينشر الى هذا الاحتفال. انا ما كنت ابغى اخليه ايش اسمه يحصل على هالرقم، لكن حصل لانه لاحق ورانا ملاحق. سيد حسين سيد مرتضى رقم 1، صلوا على محمد وآل محمد. تفضل محمد. استريحون، استريح مكاننا، نستريح باقي عندنا فقرتين نهدأ.
نستريح مكاننا. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. نهدأ مكاننا مرتضى. يلا تفضل. بأعلى أعلى أصواتكم. الله محمد. ثالثا رحم الله والديكم. صل على محمد وآل محمد. نشكر السيد عمار على سحب الأرقام وسيد حسن سيد مرتضى تاج على ما قدمه من أهازيج. كان لعلي الأكبر منزلة رفيعة عند أبيه الإمام الحسين عليه السلام الذي كان يقدمه على أهل بيته إلا أخوه العباس. وذكر المؤرخون أن الإمام الحسين عليه السلام حين اجتمع ليلة عاشوراء أمر أصحابه بالتنحي إلا أخوه العباس وعلي الأكبر. أما الآن مع القارئ مع قراءة المولد للقارئ علي محمد الحاج حسين فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما كانت الليلة المباركة زينت الجنان واستبشرت الحور والولدان وهبطت الملائكة من السماء تستقبل شبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت ليلى والإمام الحسين ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرتقبان ولادته والهواتف تهتف بها وتبشرها بولادة هذا المولود المبارك شبيه المصطفى أحمد النبي محمد صلى الله المسدد أبي قاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تمت 9 أشهر وزينب لا تفارقها. تقول زينب عليها السلام قال لي أخي الحسين يا زينب لا تفارقي هذه الليلة المنزل سيرد لك غلاما أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول وصغت راقب عن الأنوار تسطع من وجهها. تقول جلست أمك الفوم عن يمينها وأم البنين عن شمالها وأنا أمامها. ولما ودنت ساعة الولادة وكانت ليلى لا تحس بألم ولا وجع بل بخف واتساع وإذا بها قد وضعت بعلي أفضل الصلاة والسلام رسول الله محمد صلى وصلى على محمد علي أبي طالب تربي عليه صلي وسلم عليه صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء الحسن والحسين
أئمة المعصومين المهدي المنتظر إلهي عجل فرجه المهدي المنتظر إلهي عجل فرجه المهدي المنتظر إلهي عجل فرجه. نشكر القارئ علي محمد الحاج حسين على ما قدمه من قراءة المولد. علي هذا علم من الأعلام وعظيم من العظماء الشبيبة الهاشمية الذين جسدوا إرادة الإسلام، وهو من كواكب كربلاء كوكب سطع في أفق الطف فوق بطحاء كربلاء مجاهد عنيد بمبادئ يؤمن بها وقضايا يتنبأها. لقد أنجبت عائلة النبي محمد بن عبد الله حاملة رسالة السماء، قائدة حركة الانعتاق، رافعة مشعل النور صلى الله عليه وآله. أنجبت نخبة ممن شكلوا امتداداً لخطه النبوي ونهجه المحمدي، نماذج من الشبان الصارمين الحديين الرافضين، رجلا من أخطر من شهدتهم عهود الملوك وأدوار الحاكمين وحقبة التاريخ. وليس أدل على ذلك مما شهدته الحقبة التاريخية الحسينية، ليس أدل على ذلك مما شهدته مكة والمدينة فميدان كربلاء. لم تفتح كربلاء مسرحها أو أبواب ميدانها لتسمح بالدخول من أجل استعراض بطولي ومباريات مجسدة مجد عسكرية طارئة أو مؤقتة. إن كربلاء لقاء على مستوى العقيدة وصراع على صعيد الفكر ومباريات قوامها المبادئ. كربلاء الحسين ترجمة أمينة النقد في نظرية الإسلام إلى عمل الإسلام وفعالياته حيز التطبيق. أما الآن مع شعر ليوسف جلال الحمد، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. ثالثا هذه الفقرة الأخيرة في البرنامج. هالليلة هالليلة مولد الأكبر، هالليلة 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 مولد الأكبر، هالليلة وحسين يشوفه من طه وصوفه، وحسين يشوفه من طه وصوفه. مولد الأكبر هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، بين الرمش وبين العين اسمه يتلالة، مطبوعة فوق الخدين أجمل إطلالة، من أول أولاد حسين وأول آماله، تبدو ما بين الأنوار شمس الأعياد، تشدو من اسم الكرار لحن الميلاد. مولود حسين قد صار مرآة الهادي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سموا عليه باسم الله، لا إله إلا الله،
في حضن الأحسن محلاها الطفل نسخة للمختار أطباع وشكل من طبع الأغصان ترجع للأصيل من طبع الأغصان ترجع للأصيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ميلاده ميلاده بالكون أزهر ميلاده ذاته معروفة من طه وصفا مولد الأكبر هالليلة مولد الأكبر هالليلة 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 مولد الأكبر هالليلة 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 مولد الأكبر هالليلة وحسين يشوفه من طه وصفه وحسين يشوفه من طه وصفه مولد الأكبر هالليلة مولد الأكبر هالليلة مولد به الفرحة تبان في أطهر عيله يوم 11 من شعبان بنهار وليلة الحسين بشبلة فرحان يا فرحة ليلة بشرى من أحلى الأيام تحلو ذكراها حتى لو مرت أعوام تبقى بشراها ميلاد الأكبر قدام نورا أثراها لا إله إلا الله لا إله إلا الله دهنا دنيانا زهرت والله لا إله إلا الله الأكبر بالأفضل نور هالشهر بالفضل تمتاز أصناف البشر تفترق ما بين أحجار درار تفترق ما بين أحجار درار لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنوارا أنوارا الأكبر شعت أنوارا تتلالى طيوفا من طه وصوفا مولد الأكبر هالليلة مولد الأكبر هالليلة 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 مولد الأكبر هالليلة 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 مولد الأكبر هالليلة وحسين يشوفا من طه وصوفا وحسين يشوفا من طه وصوفا مولد الأكبر هالليلة مولد الأكبر هالليلة دنيانا بفرحة وأعياد الأكبر شرفها وقلب حسين بهالميلاد أصبح يعرفها بالفرحة بأول الأولاد شنهو ليوصفها هذا عن خبر قد جاء يبقى مرويا لحسين أحلى الأسماء يسمو قدسيا كل صبي بالأبناء يسميه عليا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اسم علي من اسم الله لا إله إلا الله كل فرح لي باب بالقلب انفتح وبعليه اليوم كل قلب انشرح وبغرام الآل يا محلى الفرح وبغرام الآل يا محلى الفرح لا إله إلا الله لا إله إلا الله من حيدر من حيدر وارث اسمه من حيدر نسمى الله حروفه من طه وصوفه مولد الأكبر هالليلة 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 مولد الأكبر هالليلة 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 مولد الأكبر هالليلة وحسين يشوفه من طه وصوفه وحسين يشوفه من طه وصوفه مولد الأكبر هالليلة مولد الأكبار هالليلة صلوا على محمد وآل محمد نشكر حضور هذا الحفل البهيج وهو بمناسبة مولد علي الأكبر عليه السلام
ونشكر الناشئ الذين شاركوا في هذا الحفل، وهو حفل كان عماده طلبتنا النشطين دينيا ودراسيا، وهم طلبة متفوقين. يعني قد يكون الذين رعوا الحفل ما التفتوا لهذا الجانب، هذه الجنبة، لكن اتضح أن طالبتنا الصغار الناشئة الذين قاموا بهذا الحفل وهم عماد هذا الحفل هم الطلبة المتواجدين دائما في صلاة الجماعة وفي الفعاليات الدينية، كما أنهم المتفوقين الموجودين في المأتم. نبارك لكم. مقدما ميلاد الإمام المهدي عليه السلام سيكون المولد ليلة الاثنين، أما ليلة الثلاثاء ستكون صلاة جعفر الطيارة. أفضل الصلاة والسلام